بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا المتابعين كامل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. أنا أضحك على الأبوة تاعي يا حي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا المتابعين كامل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلقى مرة أخرى مع تلاميذي تاع السنة الرابعة متوسط، وسمحوا لي على الصوت هذا. اليوم رانا في مادة اللغة الفرنسية، وجدتكم فيديو بزاف مفيد على بالي كامل تحبوا تعرفوا واش رايحين تقراو هذا لو تريمستر هذايا ساهل واعر. دوك نقول لكم واش كاين. لو بروجي 1 هذايا فيه 3 سيكونس كيما راني قسمت لكم هنايا. دوك نشوفوا الدروس تاع كل واحد. لو تيم جينيرال تاع لو بروجي 1 هو لو توريزم، يعني نهضروا على السياحة في الجزائر. رايحين نقولوا للناس روحوا تزوروها، رايحين نهضروا على شخصيات خالدة في التاريخ تاع الجزائر، رايحين نهضروا على التقاليد والثقافة الجزائرية، يعني عندها علاقة بلو توريزم هكا زعما من الاخر. فيه 3 سيكونس. لا سيكونس 1 واسمها بيان فوني دون ما ريجيون، راح تهضر على لا ريجيون تاعك. اون بليس عندكم ان بروجي راح تكتبوا هكا زعما الجزائر، وها واش كاين في الشمال، ها واش كاين، يعني بداو من دوكا وجدوا شويه تصاور مليح عليكم. فيما يخص الدروس بيان سور عندنا توجور فيديو سبيسيال تاع لو فوكابولير، يعني راح نهضروا على لا فامي دو مو، عائله الكلمات، يعني الكلمات المتشابهه اللي عندهم لو ميم راديكال. عندنا لو فوكابولير دو لارغومونطاسيون. واشنو هذه لارغومونطاسيون يا استاذه؟ لارغومونطاسيون معناتها راح نشوفوا نوع جديد من النصوص. هذا العام شفنا النص الوصفي اللي هو لو تيكست ديسكريبتيف، شفنا لو تيكست ناراتيف اللي هو النمط السردي يحكي، رايحين نشوفوا النمط باش تقنع الناس، بالعربيه تقولوا الحجاجي، فيه الحجج، نستعملوا الحجه. هذاك هي الحجه واسمها لارغومون. لارغومون هي الحجه والبرهان، دونك اللي نستعمل فيه لي زارغومون راح نسميوها لارغومونطاسيون، ولو تيكست ارغومونطاتيف راح تقنع الناس يجيو يشوفوا المنطقه نتاعك. هذه هي، ما تقوليش واعره وما نعرفهاش بالفرنسي، اكو عارفين مع استاذه راضيه باذن الله نمشي خطوة خطوة وتعرفوا كامل الخطوات اللي لازمين باش تجيبوا نقطة شابة ان شاء الله. دونك راح ندير لكم فيديو ان شاء الله قلنا على هذا الفوكابولير تاع لارغومونطاسيون. في الجرامير راحين نشوفوا لا سوبوردوني ريلاتيف، هذيك تاع كي وكو كامل تعرفوها ديجا، نزيدو نشوفوها. لامبارفي دو لانديكاتيف، لينسا لي تيرمينيزون، ماذا به يضرب عليهم طله، هذيك تاع اي اس اي اس اي تي وكامل نزيدو نشوفوها مليح، مع شويه لي فيرب شويه يكونوا سبيسيو هكا شغل باينين بلي هذوك هما لي فيرب اللي راحين نخدموا بهم، فهمتوني ناكدوا عليهم. لي فيرب بارتيكولي هذو هما دي فيرب بارتيكولي محسوب يخلصوا بالجي، يخلصوا بالسي وكامل، نزيدو نشوفوهم ثاني كيف لامبارفي. ومن بعد نروحو لا برودكسيون اكريت. راح نقول لكم واحد الحاجه تفرح، سي كو الفرض تاعكم تاع الفصل الاول ما راحينش يقول لكم اكتبوا قوجانص، راه بدي حاله يمد لكم هما النص ويقول لك انت اكتب المقدمه. راني يعني ديجا راني دارت لكم لي فيديو تاع كيفاش نكتب مقدمه وكيفاش نكتب المقدمه، تعرفوها اسمها لانترودكسيون، والخاتمه اسمها لا كونكلوزيون. يعني واحد اللي يطيح لك هذه في الفرض الاول، هذه يطيح في الفرض الثاني باينه، ومن بعد يطيحوا في زوج في الاختبار، حنا نكونوا واجدين. دونك هادو ما ديجا لي فيديو راهم واجدين. هذه هي لا سيكونس نيميرو 1 من اسهل ما يكون. ننتقلوا لا سيكونس الزوجه، لا دوزيام سيكونس. واش نكونوا تعلمنا؟ نكونوا تعلمنا لامبارفي، وتعلمنا نكتبوا لانترودكسيون لا كونكلوزيون. رايحين نتعلموا نكتبوا العرض اللي هو اللي كانوا يمدوه لنا، هذاك يقولنا ديروا مقدمه وخاتمه، دوكا هما يمدوا لنا المقدمه والخاتمه، يقولنا اكتبوا لداخل لي زارغومون الحجج ولا الحجه نتاعك، الحجج. اوكي، هو دوكا هما يقولوا لنا اكتبوا لنا الحجج. الحجج هما لي زارغومون، شاك ارغومون عنده كلمه تجيبو، كيما العربيه نقولوا اولا ها كيفاه ها كيفاه، ثانيا ها كيفاه ها كيفاه، حتى توصل واخيرا كذا كذا. هذه اللغه الفرنسيه كيف كيف. الوغ اولا هي بروميرمون ولا دابور، نستعملو بزاف دابور، يموتوا على دابور. شوفوها مليح كيفاش تكتب وحفظوها، الله يرحم والديكم. دابور انسويت وكامل، انا نعرفهم في لونجلي تاع فيرست وذان وافتر ذات، كيف 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 كيما كنت تقراو في لونجلي تقراو نفس الشيء في الفرنسي. اوكي، رايحين نعاودو نشوفو لو بريزون فيت فيت هكا، بريزون لانديكاتيف تضربو عليه طله. علاه؟ لخاطرش راحين نديرو لو بريزون دو سوبجونكتيف، اوكي هذا راه واجد، هذا مازال، هذا من جد ديسمبر وكاع. موراها راحين نشوفو سوبوردوني كومبليتيف، راحين نشوفو البريزون دو سوبجونكتيف، و تاع تخوازيام جروب هذا نعاودو نشوفوه في تخوازيام جروب، يعني نشوفوه كامل ونتعلمو نديرو لي زارغومون. دونك هنا نكونو طورنا، ماشي كي نهدر تخافو، ولا حنا نكونو تعلمناهم بيان بيان منا. نزيدو نمشو لنهاية الفصل، هنا راكو لحقتو للاختبار.
واش راح نديرو في لا سيكونس 3؟ لا سيكونس 3 راح نشوفو فيها دروس ثاني بزاف شابين، اللي هما لو ليكسيك ميليوراتيف و ديبريسياتيف. علاش؟ لاخاطش كي توصف حاجة راح تمدلي لي زارغومون، ولا راح تستعمل دي زادجيكتيف، دي زادجيكتيف اللي يبينولي المحاسن، ولي زادجيكتيف اللي يمدلو يبينولي المساوئ. دونك هذوك هما لي زادجيكتيف ميليوراتيف وكامل. وبعد انا لي سوبوردوني دو كوز لا كونسيكونس شفناهم ديجا، تاع ا كوز دو غراس ا، وهنا عندنا دونك وكامل كيف كيف هم في القناه. لو فيتور سامبل اي لو فيتور انتيريور نشوفوهم، هذا اللي صرا وهذا اللي صرا قبله في الفيتور. اوكي، ومن بعد دي فيرب بارتيكولي او فيتور. دائما كي نديرو ان تون نديرو ان فيرب بارتيكولي معناتها حالات خاصه، شغل تيرمينيزون تاعو وفيه واحد الحرف هكا يخلص به قبل الاو ار، ولا كاينه حرف سبيسيال يديرنا المشاكل كيفاش نعالجوه. يعني بكل بساطه كيفاش وقتاش نزيد الاو، وقتاش نزيد لا سي دي، كون فاهمين تعرفوه. لا برودكسيون اكريت عندنا برودوير دي زيكزامبل. هادو لي زيكزامبل، شوفو تعلمنا نكتبو. واش تعلمنا؟ تعلمنا نكتبو المقدمه والخاتمه، من بعد تعلمنا نحطو الحجج تاعنا لي زارغومون. دوكا نتعلمو شاك ارغومون نحطلو لي زيكزامبل، معناتها كي خلاص بروجي 1 نكون نعرف نكتب تيكست ارغومونتاتيف كي ما يحب الخاطر تاع الاستاذ. هاي هكا سي بون. الا حبيتوني ندير لكم هاد الدروس وندير لكم فروض واختبارات، واش ديروا؟ ديروا جيم وديروا كاع واش نحبك، وعارفين واش نحب. نحب الجيم ونحب اللايك ونحب سبسكرايب. تهلاو في والديكم، سلام.